بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. الفيديو خاص بكل الأمهات، 20 فكرة كهادية تحفيزية لأطفالنا. طبعا نهاية الفصل الأول، أنا نستلمو في النتائج الأبناء تاعنا، راهم يجيبو في النتائج تاعهم. طبعا مهما كانت النتيجة مرضية غير مرضية، الابن تاعي تعب ودار اللي عليه. كانت الأسئلة واعرة، كانت الأسئلة غير مباشرة، ما كانش الابن تاعي في المستوى تاع هاد الأسئلة، هذاك اللي عطاه له ربي ما عندهش إمكانيات كبيرة باش يجاوب وباش يجاوب وباش يفهم. كل هذا يلق الإنسان يديرها في عين الاعتبار، وديرها الأم في عين الاعتبار، في عينها تعتبرها، ديرها في عين الاعتبار. ما عدنا على هنا نقعدوا نلوموا على رواحنا ولا نلوموا على ولادنا، ربي حاسبنا على التقصير، واللي جات فوق طاقتنا ما عدنا ما نديروا ليها. طبعا الهدية التحفيزية لكل الأطفال، لكل أبنائي، وهذا الفيديو هدية تحفيزية حسب الموجود، مش اللي ثمنها غالي، مش اللي ثمنها غالي. يعني عندها ربع بصوص وش وعندك 20 ميل وش بقى ديري له. نتمنى أن الفيديو يفيدكم، تابع معايا الهدايا التحفيزية اللي ممكن نقدمها لابن تاعي. أولا الأدوات المدرسية، طبعا احنا نعرفوا كل التلاميذ يبغوا الأدوات المدرسية، سولينير، ستيلويات، حتى هادو هما لديهم يتسولوني عليهم هاد الماركة تاع هاد ستيلويات. هذا هاوين التلاميذ يبقوا لو يكسبوا بهذا بهذا. كذلك سكوتش، كاين سكوتش هنايا البنات يزوقوا به الكراريس تاوعهم، داك شحال يتباع، 4000 3000 تلقيها ولا تشيلها وحده وخوتها وحده زوج يزوقوا بهم كراسون. فاس الثاني هنايا فيهم حتى في هذا كيما هذا الشكل هاوين يسوقوا به هنايا البنات، كذلك الاولاد كاين كاع الالوان. كذلك غلافات الكراريس، غلافات الكراريس كذلك مش غاليين، نشري الغلافات تاع البنات مرسوم فيهم الاميرات و سوندريون بلونش لينج، وكاين ثاني تاع سبايدر مان الى غير ذلك تاع الاولاد. هذه بالنسبه للادوات المدرسيه. كذلك الهدايا الاخرى خاصها بمستلزمات الدراسه، طبعا كاين الكتابه، كتابه الاسم واللقب على المئصر، كاين امهات ديال البرودي، وكاين اللي في المدينة تاعك تلقي اللي يكتب لك الاسم واللقب في المئصر تاع الابن تاعك، مئصر مكتوب فيه الاسم واللقب. دخلي اليوتيوب ثاني تقدري وحدك ديريها باستعمال، طبعا انا جربتها على التيكويات تاع ولادي، الميكويات و البابي كويسون، و تخدميها بالبابي كويسون والميكويات فقط، الاسم في ورقه بيضاء والميكواتو بابي كويسون يلصق الاسم على ال وبابي فيل، بابي فيل ما نسيتها. طبعا دخلي اليوتيوب تلقي الطريقه تنجمي تخدمي بها وحدك. كذلك كاين ستيكرز يلصقوا في الملابس، نلقاهم عند بائع الخياطه، فيه مجموعه كبيره تقدري تلصقيها له في المئصر تاعها. هذا الستيكرز اللي يلصق في الملابس تلقيها عند مستلزمات الخياطه، الحانوت اللي يبيع مستلزمات الخياطه. كذلك مئزر جديد، طبعا كاين اللي ضيع المئزر تاعها، عمره ماركر، عمره كاين اللي تقطع له تمزق له، كاين ما كل الام ساعفهاش كاع الظروف شات لهم كاليتي ماهيش زينه في الفصل الاول ولا ما يصلحش كاع نهائيا، جيب الطربق الكول ولا الكم شدوا له صحابه طربقوه لها. هذه فقط افكار. كذلك الحقيبه المرافقه، كاين تلاميذ بزاف عندهم عنده كرطاب ولا عندها ساكادو ما عندهاش الحقيبه المرافقه، ديك الحقيبه الصغيره اللي يديروا فيها اللمجه، يديروا فيها الماء، يديروا فيها المناديل، يديروا فيها المعقم. هذه كذلك تنفع كهديه اللي ما عندش الابناء تاعها ولا ممكن ديرها له، خصوصا في الابتدائي دائما تكون مرافقه المحفظه تاعها. الان كذلك شيء اخر وهو كذلك شيء معنوي، التسجيل في النوادي الرياضيه. طبعا النوادي الرياضيه يعتبر كهديه، راح نسجلك في الجيدو، راح نسجلك في الكاراتي، لا ماما سجليني في الفوت. النوادي الرياضية سورتو الجيدو، أنا ولادي مسجلتهم في الجيدو، يسجل العام كامل، أي وقت تروحي له يسجلك، وعندها بزاف الفوائد.
اولا سورتو الجيدو، نهضر على الجيدو سورتو الجيدو. اولا ماشي رياضه، رياضه تاع عنف، سي تان سبور، ماهوش رياضه تاع عنف. يقوي العضلات، يقوي الجسم، كذلك يروح على نفس الطفل. دائما عنده دي سيونس يمشي لها، كي تسرح نهار 23، نهار جمعه 20، نهار السبت 20. وكذلك الاوقات اللي ما خالصينها لهم، مش اوقات تاع الدراسه، اوقات وين يكون فارغ. وكذلك موسم عام كامل، مش شهر ولا شهرين ولا ثلاثه، ولا يجي الطفل يجي ناشط، تنشيط للجسم. وكذلك ندمج الابن تاعي في عالم رياضي. نظن احنا كاع نعرفوا بلي الرياضه عالمها عالم منظم، عالمها عالم منظم، مش عالم همجي. وكذلك الرياضه الفرديه عنده الطفل عندها مستقبل فيها، كرياضة جماعية كيفوت ولا كرة القدم، كرة اليد ولا كرة السلة. ما عندش هنا اللي هنا نعرفوا بين نسكنوا نعيشوا في بلاد تاع بيشتون. بصح الجيدو كرياضة فردية يثبت وجوده فيها ويطلع. طبعا عندي زوج لولادي، واحد عنده الكبير عنده لا سانتور مارون البنية، بعد 18 عندي لا سانتور نواخ. ولي ولدي الصغير دخلته مني عنده 3 سنين عنده البلو، ونفرح كي يحضو ماشي. اولا يمشوا يخلوا لي الدار فارغه نتهنى منهم شويه، وثالثا يجوني كاع مورا الوقت اخر. كذلك التغيير البدله الرياضيه اللي ولادها ديجا عندهم مدخلتهم في النوادي الرياضيه، بدلي له الكيمونو تاع الجيدو ولا تاع الكاراتيه ولا تاع كره القدم، ولا بدليه له اللي هو لا يصلح الاستعمال، خليه ما يصلحش الاستعمال بدليه له. وكذلك حتى البدله الرياضيه تاع المدرسه، طبعا احنا شريناهم في بدايه الموسم الدراسي، كان الصيف شرينا لهم دي تيوني تاع مش تاع الشتاء، دوك راه الشتاء اللي بامكانيتها تبي تشري لولدها وقت اخرى تاع الشتاء تشريها حسب الامكانيات. هنايا اللي هنا بالنسبه للتسجيل في النوادي الرياضيه، طبعا احنا خلصوا 60 في الشهر، 60 في الشهر ماهيش قاع درهم، ماهيش قاع درهم 60 في الشهر. العفو. كاين هذا يوخذ اخرى، عندنا بناتنا رداء الصالات، رداء الصالات الخياطات اللي كيخيط خيط بنتك رداء الصالات، شحال تشريها؟ تشري لها ميطرا بوبلين شحال تقامل؟ 3000 وخيط عليها. واللي ماشي خياطه ولا عطيه الخياطه تشري لها كتان وهي تخيطه لك 20000، كتان ميطرا 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 ونص تخيط بها الرداء، ميطرا ونص ما تجيهاش حتى 3000، تجي 20000 وخيطي لها 20000 رداء الصالات. اللي عندهاش بنت ولا تشري لها رداء الصالات. كذلك حاجه وحده اخرى فيما يخص اناء الوضوء، طبعا حنايا عندنا الاولاد وعندنا البنات في ديارنا، شري لها اناء الوضوء وحده. شريت لك هديه وعرفك ماشي هديه، هنايا الازرق للولد والغوص للبنت، وممكن ديري لها البيستولي اللي كتلصقو بيه، وديري لها اي حاجه تلصقي لها فيها، باش سورتو البنت عندك واش ديكور اللي فيها، ديري لها ان بيي ولا ديري لها ان دونتيل ولا. كذلك حاجه اخرى السربيته تاع الوجه، مي شفات تاع الوجه كاين عندهم سربيته وحده في الدار، الطفل ولا الكبير مش كيف كيف، شحال راهم السرابيت، نشري كل واحد نشري له السربيته تاعه، كاينين تدوك تاع 3 تاع 15000 ولا، ونوزعهم على ولادي، هذه السربيته تاعك وهذه تاعك وهذه تاعك، وحنا نتكلموا حساب الامكانيات تاعنا. كذلك السجاده تاع الصالات والحامل تاعها، هي هذا الحامل ها هو تدخل فيه، وهذه السجاده، هذا نسحق تسحقها دائما، يديها مع الجمعه، يديها مع رمضان على الابواب. كذلك بسكوت تعتبر حاجه ملكيه له، هذه سجاتي وهذا الحامل تاعها اني حاطته كي يجي وقت الصالات نفد وشريته لي ماما على خاطر شخبت. طبعا هذه شحال شريتها؟ 45 45. حاجه وخت اخرى كذلك هديه وخت اخرى، الغلافات تاع المخاط، الغلافات تاع المخاط ثاني راهم رخاص. هنا نغير نستغل الفرصه نشري لها غلاف تاع مخده وردي، ولا في ولا زرق الولد فيه سبايدر، مع البنت تبغي الورود، الولد يبغي شيء وحد اخر، كلها ونشري لها غلاف حسب واش يحب هو والهوايه تاعها. غلاف المخدة وتعتبر هديه، حنا ماناش في تركيا، حنا نسكنو في الجزائر، واه نسكنو في الجزائر، نسكنو في البلديات، نسكنو في مركز الولايه، نسكن في البلديه، حنا جزائريين وحالتنا حالتنا عامه
احنا متوسطين متوسط الدخل تاعنا. نزيد كذلك حاجه واحده اخرى بالنسبه للبنات حتى الاولاد قص الشعر. طبعا احنا راه كيراه نعيشوا في مجتمع ما تحكميش فيه، حتى ذكره يقول لك ماما حسني لي كذا، انا من كوافي نمشي نحسن شعري بطريقه كذا، ندير له لاكوب يعني ندير له جال ولا ندير له، راه يروح عليا الكلمات. حتى ذكر حتى ذكر الان راه عنده الحفاف تاعه ويمشي له ويدير له البروتين يدير لها الكيراتين يدير لها، وكذلك البنت اذكرها لاكوافير تاع البنت سهل تاع الولد تغيري لها القصه كاع كامله، نعاود نبكي ندير لها كاع نوت كوب كان طويل ندير لها كوكاري وتعرفوا الشيات في ساعه طوال شعرهم ندير لها لاطريس كاع نديرو غير لاطريس كاع ما نقصلاش نديرها لاكوافير تمشي لها ودير لها لاطريس وتعتبر هديه هاني فرحتها. كذلك شيء اخر او اخيرا كذلك النسها، طبعا النسها طبعا زياره الاقارب كان ولادنا ما نتهمش كاع معانا، كي تجي مناسبه حزينه ولا مناسبه مفرحه راهم يشرطوا لك يقول لك روحي وحدك، راهم يجيو يسولك لانفيتاسيون يقول لك بدون اطفال، فرصه ندي ولدي لعمته ولا خالته ولا نرسله وحده نرسله وحده كاع باش ما نديرو فيها شي، روح لعمتك ولا يديه لباه ولا روح لخالتك وروح لخالتك. لزيارة الأقارب كذلك صلة رحم وكذلك تروع على النفس وكذلك توطد العلاقات. وثانيا أنا فرحت ولدي وفرحت عمتها. كذلك خرج ولادي برا في بيزيريا شحال خلص لهم إحنا وأنا وولادي حبة بيتزا 20 ميل ولا 25 ميل ولا 30 ميل ولا 50 ميل ونقسمها لهم على ربعة وندورو في البلاد ونجيو ديال بلدانا، هذه الهدية. ممكن ثانية هذه هدية أخرى لي زالبوم، التلميذ عنده ذكريات، الطفل عندها ذكريات يلصق بها حتى وكان ذاكر يبقى ذاك الالبوم ما تعرفيش واش يدير في وسطها، وراه مرخص يعني بامكانك تشري لها حسب امكانياتك. تمنيت لكم بالتوفيق وعطله سعيده والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.